بعد 4 سنوات من الأسر في سجون الاحتلال، عاد محمد خديش إلى عائلته من جديد ليلتقي مع جدته التي ربته وهو طفل صغير بعد اعتقال والده الأسير خالد خديش منذ 20 عاما والمحكوم لعدة مؤبدات. أنا بهدي سلامي لخالد خديش لجميع الأسرى اللي في السجون، والحمد لله على سلامة ابنك يا أبو العبد يا حبيب قلبي، وإن شاء الله عقبال سلامتكم وإن شاء الله عقبال الفراج عنكم يا رب يا حبيبي، ونحتفل فيكم إن شاء الله جميعا يا حبيبين يا أسرانا يا أسرانا البواسل يا محترمين يا شرفنا أنتو. والله لقاء بصراحة لا يوصف لا يوصف يعني، وحتى لما روحت من عنده يعني كان بصراحة فراق لا يوصف يعني أكيد، وإن شاء الله الفرج له للجميع إن شاء الله. الله يسلم رسالته للجميع يعني إنه إن شاء الله الحفاظ على ما في داخل المخيم، وإنه الناس يعني تكون متمسكة وتكون إيد واحدة. جموع المواطنين في مخيم بلاطة استقبلت الأسير خديش وأقامت له مهرجانا وطنيا شاركت بها الفعاليات والمؤسسات الوطنية والرسمية في المحافظة. أب يعني يلتقي في ابنه بعد 20 عام في داخل السجون. أول شيء محمد يعني لما تركه عمره 4 سنوات في داخل في الخارج، وانسجن خالد يعني في 2004، ومحمد كبر وترعرع عن بين أهله وناسه في مخيم بلاطة وعائلته وعائلة خديش، والتحق في أبوه من أجل أنه يعني يراه في داخل السجون. ومحمد يعني إنسان يعني مناضل وإنسان يعني قدم وضحى من أجل الوطن ومن أجل مخيمه. هكذا هي حياة النساء والأمهات الفلسطينيات، تودعن أبنائهن المعتقلين ويمكثن لسنوات طويلة على أمل اللقاء بهم مرة أخرى. مشاعر من الحزن والألم والفرح تمتزج معا مع الإفراج عن كل أسير، والأمل دائما يحدو بأن يتم الإفراج عن كل أسرانا دون قيد أو شرط. من مخيم بلاطة، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.